السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الصوت واضح؟ طيب ننتظر دقيقة حتى يتمكن الجميع من الدخول ثم نبدأ المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ اللقاء 12 لمقرر الرياضيات المالية لطلبة الاقتصاد والعلوم الإدارية. راح نتكلم في هذه المحاضرة عن التكامل، وذكرنا أن التكامل، إذن راح نتكلم عن التكامل هو عكس التفاضل، وعادة ما يجي ثلاث أسئلة على هذا التكامل. سؤال على التكامل بشكل عام الغير محدود، وسؤال على التكامل المحدود، وأيضا سؤال يجي على إحدى خصائص التكامل المهمة. طيب، في البداية التكامل عادة يرمز له بهذا الرمز اللي هو زي حرف الأس لكن بشكل يعني طولي، ويكتب ما داخله الدالة F X اللي هي بدنا نكملها نوجد التكامل تبعها، وآخر شيء بحطه DX عادة، وهذا إنه التكامل بالنسبة للX، فقط هذا عشان الإشارة إنه التكامل بالنسبة للمتغير X، هذه الدالة المراد تكاملها، الدالة المراد تكاملها، وهذا رمز التكامل، رمز التكامل، هذا هو التكامل، وهو عكس الاشتقاق، يعني ناتج التكامل لو نشتقه بيعطينا مداخل التكامل هذا، يعني بعد ما نكمل ونخلص يعطينا فانكشن جديد، دالة جديدة، هذه الدالة الجديدة لو نشتقها بيعطينا برجعنا على الدالة اللي جوا التكامل، وهما عكس بعض. الصوت بس واضح، نتأكد من الموضوع. طيب عشان نبدأ في قوانين التكامل، نبدأ في قوانين التكامل. القانون الأول اللي راح ناخده اللي هو تكامل الدالة الثابتة، تكامل الدالة الثابتة، تكامل الدالة الثابتة اللي هو زي تكامل على سبيل المثال 5 dx، تكامل 1
دي اكس تكامل سالب 6 دي اكس تكامل خلينا نقول مثلا نص دي اكس، يعني اي عدد ثابت بغض النظر اذا كان موجب او سالب او كسر الى اخره. فتكامل الدالة يساوي لي كالتالي، هو نفس العدد الثابت مضروب في x ونضيف عادة ثابت التكامل اللي هو c. إذن هو نفس العدد مضروب في x، هو مش مشتقة، لو قلنا مشتقة الخمسة صفر، أما تكامل الخمسة هو 5x. فلاحظوا قبل المحاضرة هذه مثلا شو مشتقة 5x؟ شو أخذنا مشتقة 5x؟ لما نشتق 5x، لما نشتق 5x صفر، لما نشتق الخمسة صفر، أما نشتق 5x قبل شوي أخذناها 5، لأنه مشتقة الإكس واحد وتروح، يبقى العدد أكثر من مرة، يعني طول المحاضرة الماضية وإحنا نشتق عدد في إكس، عدد في إكس، إذن 5. لاحظوا هذه لو نشتقها، لو نشتقها بيرجع لنا اللي هو ما داخل التكامل. طيب الواحد في التكامل، الواحد هو نفسه، الواحد مضروب في إكس زائد سي، سالب 6 نفس المبدأ نفس العدد، سالب 6 إكس زائد سي، النص نص إكس زائد سي. فتكامل أي عدد، أي عدد شو بتتخيل هذا العدد، سالب موجب كسر جذر إلى آخره، نفس العدد ضرب إكس زائد سي، هذا السي اللي هو ثابت التكامل. هذا بالنسبة لأول قانون للتكامل، واضح؟ في حدا يعني مو فاهمه؟ عندي عدد لو أردت أني أكامله، هذا العدد نضرب بإكس زائد سي فقط، هذا العدد الثابت نضرب بإكس زائد سي. طيب القانون الثاني وهو قانون مهم، تكامل دالة القوى، تكامل دالة القوة، وهو كيف نكامل x قوة n dx بهذا الشكل. مثلا بالأرقام تكامل x قوة 2 dx، تكامل x قوة 3 dx، تكامل x dx، تكامل x قوة 5 dx. إذا أردنا تكامل أي إكس لأي قوة راح يكون عندي التكامل كالتالي، يساوي لي إكس قوة أن زائد واحد، نضيف هنا للأس مقدار واحد، يعني إذا كان 10 يصبح 11، إذا كان 9 يصبح 10، إذا كان 15 يصبح 16، الأس يزيد عكس التفاضل، التفاضل كنا ننقص الأس، هنا بزيد منزيد الأس، وكنا الأس نضربه بإكس، هنا الأس راح نقسمه على إكس، نفسه الأس هذا اللي هو أن زائد واحد لابد أن نحطه كمان في المقام، يعني تصبح إكس قوة أن زائد واحد، منضيف الأس بمقدار واحد، وهذا الأس الجديد برضه منحطه في المقام لإكس، طبعا زائد سي اللي هو ثابت التكامل. وهنا يساوي لي بالأرقام إكس قوة 2 أصبحت إكس قوة 3 على 3، دائما على نفس الأس الجديد بهذا الشكل، لأنه كانت 2 زيد بمقدار 1 تصبح 3، والمقام يصبح أيضا 3 مقام الإكس. هنا إكس قوة 3 نزيدها 1 تصبح 4 على 4، ونضيف ثابت التكامل بهذا الشكل. x شو تصبح الأس إلها؟
الإكسنة شو شو يصبح الأس إلها؟ اثنين، نعم، لأنه أصلا الإكس قوة واحد، لكن الواحد هذا لا يكتب، الواحد هذا لا يكتب، فنزيد الواحد يصبح اثنين، والمقام يصبح اثنين زائد سي. سي هذا ثابت التكامل، ما له قيمة إلا إذا أعطيناك معطيات إلى آخره عشان توجده، يعني ما في داعي نقعد نخوض الآن في إيجاد قيمة سي، لأنه من سؤال لسؤال يفرق. سي هنا أي عدد، أي عدد يعتبر ثابت، لكن له شروط، من سؤال لسؤال يفرق. إذا أعطيتك شرط على نفس هذا القاعدة بيطلع سي مثلا واحد، غيرت لك هذا الشرط تطلع سي خمسة، وهكذا لها أمور ثانية. الإكسنا قوة خمسة بتصير ستة على ستة، ما ننسى نقسم على ستة زائد سي بهذا الشكل. فهنا عدد إكس قوة عدد، هذا العدد نزيده مقدار واحد، والأس الجديد نقسمه على إكس. طيب إذا كان عدد مضروب بالتكامل، إذن ثلاث تكامل دالة مضروبة بعدد ثابت، يعني إذا كان عندي التكامل على سبيل المثال اللي هو ستة إكس تربيع، يقول شوي كملنا إكس تربيع لوحدة، لأن ستة إكس تربيع مثلا، لو كملنا على سبيل المثال عشرة إكس دي إكس، لو كملنا مثلا 16 إكس قوة 3 دي إكس، وهكذا. خلينا نشوف أول شيء، هذا الستة ما راح تأثر، راح تبقى ستة. الإكس قوة كانت 2 شو تصبح؟ إحنا فقط من كامل الاسم الإكس من زيد الأس تبعها يصبح 3، ونقسم على 3 زائد سي بهذا الشكل. يعني إذا كان عندي عدد مضروب بإكس ما يهمني، إحنا لما كان في التفاضل عدد مضروب بإكس ما يهمنا، الأس هذا نضربه بهذا العدد وخلص. لكن هنا في التكامل منقسم، هناك ضرب وهنا قسمة على الأس الجديد. طيب لو نيجي نختصر، لأنه لابد أنه الجواب النهائي يكون مختصر، يعني ما رح أحط لكم إلا جواب مختصر. فبكل بساطة 6 تقسيم 3، 6 تقسيم 3 شو بطلع الجواب؟ نفس الأولى ما راح تفرق، الستة هذه موجودة تبقى موجودة، لكن 6 على 3 شو تصبح؟ 2 إكس قوة 3 زائد سي بهذا الشكل. هذا اللي راح تلاقوه ضمن الخيارات مع التبسيط. ما حد يقول لي أنا ما لقيت 6 على 3 مثلا، يعني 6 على 3 ما راح تلاقيها، لأنه لازم تبسطها. 6 على 3 هي نفسها 2، يعني أنت اللي مو شايف الخيارات صح. طيب هنا نفس المبدأ، 10 كما هي، الإكس قوة 1 تصبح قوة 2، نقسم على 2 زائد سي بهذا الشكل. 10 على 2 لو نيجي نبسطها، على 10 على 2 5 إكس تربيع زائد سي، هذا الجواب. نشوف الأخير، 16 إكس قوة 3 تصبح إكس قوة 4 على 4 زائد سي، ويساوي لي 16 على 4 4 إكس قوة 4 زائد سي بهذا الشكل. الآن لاحظوا هذا اللي حاطه جوا مربعات، ناتج التكامل، هذا بنسميه ناتج التكامل. لو نشتقه شو بيعطيني؟ يعني مثلا الأولى هذه، هذه الأولى اللي في المربع الأول لو نشتقها شو يعطيني؟
مشتقة السين اللي هو الثابت صفر، ما في مشكلة بالسين، السين مشتقتها صفر لأنه ثابت، مشتقة الثابت صفر. لكن هي هذه شو تعطيني؟ 2x قوة 3، 2x قوة 3 شو تعطيني؟ 6x تربيع. ممتاز، إذا هذه لو نشتقها تعطيني 6x تربيع. لاحظوا هذا هو الموجود هنا، هو الموجود هنا تعطيني 6x تربيع، لأن الثلاثة تضرب باثنين 6، والأس الجديد يصبح 2، كان 3 أصبح 2، هذا بالاشتقاق. لاحظوا هنا أيضا، هنا هذه لو نشتق، لو نشتقها 2 اضربها بالخمسة 10، والإكس قوة 2 تصبح إكس قوة 1 لأنه نقص بمقدار 1، هاي 10x هيها موجودة. نعم، إذا اشتقينا يطلع نفس الدالة اللي في السؤال. هنا نفس المبدأ، هنا لو اشتق 4 ضرب 4 16، إكس قوة 4 تصبح إكس قوة 3 اللي هي هذه هيها. عشان كذا نقول لكم التكامل عكس التفاضل، يعني لو كملنا تعطيني دالة، هاي الدالة لو اشتقها نرجع للدالة الموجودة بالسؤال اللي جوا التكامل. وفي بعض الطلاب بيستخدموا الاشتقاق، يعني في لما اعطيهم تكامل وعدة خيارات الف ب ج د، اتوقع يعني انه في بعض الطلاب تقدر تشتق الف تشتق ب تشتق ج تشتق د وتشوف اي اشتقاق بكون جوا التكامل الموجود بالسؤال، يعني ممكن ما يكامل، ممكن من الاشتقاق يعرف الاجابه، اجابه ناتج التكامل تاع السؤال نفسه. طيب الآن القانون الرابع تكامل حاصل جمع أو طرح دالتين. يعني مثلا لو أجدني دالتين على سبيل المثال تكامل 4x زائد مثلا 5 dx بهذا الشكل، هذه لو نيجي نكاملها، هذا تكامل فعليا كأنه من كامل دالتين، كونه في عندي عملية جمع كأنه من كامل دالتين، فمن كامل الأولى نفس الاشتقاق ومن كامل الثانية. كيف بالاشتقاق بنشتق كل حد؟ وبالتكامل نفس الشيء، نفس المبدأ في الجمع والطرح، من كامل كل دالتين. تكامل الأولى أوكي 4x قوة 2 على 2، هذه تكامل الدالة الأولى، جمع حطينا جمع هاينا. الآن الخمسة شو تكاملها؟ قلنا أي عدد تكامله هو عدد نضربه بإكس، أي عدد لو نيجي نكامله الخمسة تصبح 5x، 10 10x، 11 11x، 100 100x، ثلث ثلث إكس، وهكذا زائد سي اللي هو ثابت التكامل. لو نيجي نبسط طبعا عندي 4 على 2 اللي موجودة في أول حد، 4 2 2 إكس تربيع زائد 5x زائد سي بهذا الشكل قدرنا نكامل. لاحظوا هذا لو نيجي نشتقه، لو نيجي نشتقه 2 ضرب 2 4، إكس كانت قوة 2 تصبح قوة 1، 5x مشتقتها 5. لاحظوا هذا هو الموجود هنا، فالناتج بإمكان أتحقق أنه صحيح ولا لا، لو أشتقه لازم يعطيني الدالة الموجودة بالسؤال. نشوف سؤال آخر، تكامل 15x تربيع زائد 2x ناقص 6 dx مثلا، كم تكامل هنا راح يكون عندي؟ كم تكامل؟
ثلاث تكاملات، ممتاز. نشوف الأول، تكامل الأول هذا 15 كما هي، x قوة 3 لأنه كانت x قوة 2، عفوا، على 3. هذا التكامل الأول. نشوف التكامل الثاني، طبعا زائد، ننزل عملية الجمع هنا، 2x كانت قوة 1 تصبح قوة 2 على 2، ناقص تكامل الستة، تكامل الستة 6x، العدد تكامله العدد في x زائد c. الآن لو بدي أختصر، 15 على 3 5 x قوة 3 زائد 2 بتروح مع 2 تبقى x تربيع، لأنه هاي الاثنين خلاص تروح مع الاثنين كاملة، 2 على 2 1، وسالب 6x زائد c، هذا هو ناتج التكامل. لو نشتقه راح يطلع اللي داخل التكامل. أنا أختي يسرى ما أطلع على الحل ولا أصحح ولا أشوف أي طريقة، يعني ممكن طالب ما فات المحاضرات الحية ويحلها بطريقة ثانية، لكن أهم شيء يختار الجواب الصحيح. يعني الهدف هنا النهائي أنكم تختاروا الإجابة الصحيحة بغض النظر عن الطريقة، سواء أخذتها من الكتاب أو أخذتها من المحاضرات الحية أو تعلمتها في الثانوية ومتذكرتها بطريقة مختلفة، أو مثلا عندكم مدرسة خصوصية أو مدرس خصوصي وأخذت طريقة أخرى، ما في أي مشكلة بالطريقة، أهم شيء أنه هذه الطريقة صحيحة وتؤدي إلى الجواب الصح وتختاروا الإجابة الصحيحة، لأنه الكمبيوتر صحح دون النظر أنه أي طريقة، صحح الإجابة. ألو الصوت واضح؟ اوكي طيب، الان نعطيكم مسألة ونشوف كيف تحلوها. ناتج التكامل اللي هو تكامل، خلينا نحكي 9 x تربيع ناقص 4 x زائد 3 dx، هذا الناتج التكامل، هل هو ألف يساوي 18 x ناقص 4، هل هو ب اللي هو 3 x قوة 3 ناقص 2 x تربيع زائد 3 x زائد c جيم، هل هو 9 x قوة 3 ناقص 4 x تربيع زائد 3 x زائد سي دال، هل هو 3 x قوة 3 ناقص 2 x تربيع زائد 3 زائد سي، أي إجابة صحيحة؟ طيب إذا الأغلب جاوب الإجابة ب، خلينا نشوف هل هي صحيحة ولا لا. نيجي للتكامل، 9 x تربيع ناقص 4 x زائد 3 dx يساوي، نكامل الأول، 9 x قوة 3
على 3 ناقص 4x هو 2 على 2، أي بمعنى 9 تنزل كما هي، x كان قوة 2 أصبح x قوة 3 ونقسم على الأس الجديد، ناقص نفس الشيء 4 تنزل كما هي، كان x قوة 1 أصبح x قوة 2، نزيد الأس بمقدار 1 وعلى الأس الجديد اللي هو 2. أما الثلاث فتكاملها هو 3x ونضيف ثابت التكامل اللي هو c. 9 على 3 راح تعطينا 3x قوة 3 ناقص 4 على 2 تعطينا 2x تربيع زائد 3x زائد c. طيب مين ما كاملها وحلها عن طريق الاشتقاق؟ في أحد يعني ما كاملها تكامل؟ أوكي، يعني سواء حليتها بالاشتقاق جائز، هذه إحدى الطرق كونه ضع دائرة وعندكم الإجابات فبإمكان نحلها بالاشتقاق. طبعا لو نشتق ألف خطأ، لو نشتق جيم لاحظوا نضرب الثلاثة بالتسعة راح تصير 18، إذا جيم أيضا خطأ. ب دال عفوا لو نشتق الأول بيزبط معنا 9x تربيع، نشتق الثاني سالب 4x يزبط معنا. أما الثلاث هنا عاملية المشكلة، لأنه فعليا لو نشتق الثلاث صفر، طب هنا ظاهرة الثلاث إذا دال خطأ، فبا هي الصحيحة، سواء بهذه الطريقة صحيح أو بالتكامل صحيح. على الثنتين أتوقع يعني سهلات ما فيها أي جهد، ممكن حتى يعني التكامل يعني ممكن يكون أسهل، لأنه أنتوا قاعدين لازم تشتقوا ألف وباء وجيم ودال يعني، لكن الثنتين الطريقتين صحيحات. طيب هذا بالنسبة ل خلينا نحكي التكامل الغير محدود. التكامل المحدود اللي هو أنه بعد ما نكامل بدنا نعوض قيمتين، بعد ما نكامل بدنا نعوض قيمتين، وهذا ممكن نحله يدويا وممكن نحله في الآلة الحاسبة على الجهتين. خلينا نشوف. يعني لو أجاني إذن الآن راح نأخذ التكامل المحدود، بنسميه تكامل محدود، أي بمعنى هو فقط بفرق إنه هنا عندي A وهنا B لأف الX DX بعد ما نكاملها. طيب هذا كيف نحله؟ يعني مثلا لو أجاني التكامل التالي من صفر إلى 2 على سبيل المثال 2 x زائد 3 مثلا دي x، لو قلت لك اوجد تكامل 2 x زائد 3 من الصفر الى 2، شو نعني هذه فيها؟ اول شيء لازم نوجد التكامل كما هو دون زيادة أو نقصان، نفس القوانين ما تفرق. بعد ما أوجد التكامل أول شيء بعوض القيمة اللي فوق اللي هي 2، بعدين بحط ناقص، بعدين بعوض القيمة اللي في اللي تحت السفلى اللي هي الصفر، وبوجد الناتج بالأرقام. هذا دائما التكامل المحدود دائما الناتج راح يكون رقم، زي التفاضل لما كنا المشتقة عن نقطة معينة كان الناتج رقم، لأنه خلص راح نعوض بدل X وتروح X. طيب أول خطوة نكامل تكامل عادي 2X، راح تصير 2X قوة 2 على 2، هذا واحد، زائد الثلاثة تكاملها 3X. C هنا ما تذكر، ما في داعي للC، صفر واثنين نحط هيك خط عمودي، لاحظوا خط عمودي، نحط الصفر والاثنين طبعا بنفس الترتيب، هذا فوق هذه فوق والصفر تحت الصفر تبع. طبعا هذه الأرقام صفر واثنين أنا بحطها، ممكن أحط لكم من واحد لثلاث، ممكن من صفر لواحد، ممكن اثنين لخمسة، يعني حسب السؤال. الآن أول شيء نبسط،
انه في عملية تبسيط، لاحظ 2 على 2 بتروح 2 مع 2 تبقى x تربيع ويبقى 3 x بهذا الشكل، وعندي 0 و2. اول شيء منعوض الاثنين، منعوضها هذا الكل x، شو بصير عندي الناتج؟ نعوض 2، 2 تربيع بدل x تربيع 2 تربيع زائد 3 x بتصير 3 ب2، يعني عوضت بدل x هنا 2 وبدل x هنا 2، عوضنا بداخل القوس كامل بالعدد 2، بعدين بنحط ناقص ونفتح قوس اخر عشان نعوض مين؟ الصفر. اذا اول شيء بعوض اللي فوق، اول شيء اللي فوق بعدين اللي تحت. الان بعوض الصفر، في عندي صفر تربيع زائد 3 في صفر، ونوجد الناتج 2 تربيع 4 زائد 3 في 2 6 ناقص، طبعا 0 تربيع 0 و3 في 0 0، ويساوي لي كم؟ طبعا 4 زائد 6 10، والقوس الآخر كلياته صفار أصلا، إذا الناتج 10. الناتج كم قيمته؟ 10. هذا إذا بدنا نحله يدويا. لاحظوا أول شيء كاملنا، انتهينا من التكامل، هنا انتهينا من التكامل، بعد ما التكامل بدأنا التعويض الاثنين، هنا عوضنا الاثنين وهنا عوضنا الصفر، وعمليات حسابية جمع وطرح وتربيع. طيب الآن لو بدي بالآلة الحاسبة كيف أتصرف؟ هل بينحل معي بالآلة الحاسبة؟ نعم ينحل معكم بالآلة الحاسبة، لكن الشيء الواحد اللي بدي تذكروا لي اياه، كيف نجيب x؟ انا علمتكم مره كيف تكتبوا x، كيف نجيب x؟ كيف نكتب x؟ حد متذكر؟ نعم الفا بعدين و x اللي هي القوس، القوس اللي جهه اللي الألفة اللي جنب شيفت، نعم القوس اللي هو فوق العدد 9 مباشرة، فوق الديليت والعدد 9 بيعطينا X. طيب على العموم خليني استدعي بس الآلة الصورة تاعتها، اول شيء احنا بدنا تكامل، تكامل شو كان السؤال؟ من صفر الى اثنين ل شو هو؟ اثنين اكس زائد ثلاث، اثنين اكس زائد ثلاث، هذا السؤال دي اكس. طيب اول خطوه شو اعمل؟ أول خطوة هذه، لاحظوا هذا التكامل، هاي إشارة التكامل، هذه أول خطوة رقم واحد. لما تحطوها هذه إشارة التكامل مباشرة شو بظهر لكم؟ بظهر لكم تكامل، وهنا مربع وهنا مربع، وأيضا في الوسط مربع، وآخر شيء دي اكس، بهذا الشكل بيطلع لكم على زر التكامل. طيب الآن الـ عندي المؤشر فعليا في الوسط، مو موجود عنده الآلة الحاسبة، يعني بتكون تختلف، يعني المؤشر موجود هنا في الوسط من جنب دي اكس، بدنا نحط اثنين، العدد اثنين. الآن بعد ما نكتب هذه إشارة التكامل، بعد ما نكتب إشارة التكامل، هذه أول خطوة، هذه أول كبسة، بدنا نعبي الآن الدالة، نكتب اثنين. الآن بدنا قيمة إكس، قيمة إكس شو هي؟ قيمة إكس
عشان نعبي اكس الفا وهذه الاكس اللي هي فوق القوس، هذول الاثنين كبتتين، هذه الاولى وهذه الثانية، تعطيني اكس، تعطيني اكس. اذا الفا ثم القوس تظهر المفروض معكم اكس. الان طبعا احنا لغاية الان وصلنا انه عبينا اثنين وعبينا اكس. الان شو بعد ما نكتب الفا، خلينا نكتبها الفا ثم القوس هذا عشان اكس. الان بدنا نحط زائد، حطينا زائد، هنا ظهر زائد، اوكي. هذه يعني نعتبر انه هذه الشاشه هنا. نحط ثلاث، يجينا هنا ثلاث. شو ناقص علي الان؟ ناقص علي اني اعبي اللي المربعين هذول اللي تحت واللي فوق. الان لو في الدائرة اكبس على تحت راح ينزل المؤشر تحت، طبعا هذه الدائرة احنا بنتكلم، هذه تحت فوق يمين يسار، هذه التوجيهات، راح ينزل المؤشر هنا وراح اعبي صفر، نعبي صفر، راح ينزل المؤشر على المربع اللي تحت ونعبي صفر. عشان نطلعه فوق لابد انه نحط له السهم اللي فوق عشان نطلعه فوق، ونعبيه اثنين، بعديها نعبيه اثنين، بعدين نحط مساواة راح يظهر الناتج اللي هو 10. هذه نفس المسألة اللي حليناها يدويا. نعم يعني عادي الأقواس، مو لو حطينا أقواس ما في مشكلة، لو حطينا في البداية قوس قبل الاثنين وبعد الثلاث حطينا أقواس ما في مشكلة، راح يظهر نفس الناتج، ما في داعي، لأنه خلاص هو بيعرف لحاله أنه دي إكس هذه آخر شيء، ما قبلها هو الدالة، هنا في نهاية دي إكس، كونها هاي موجودة هو بيعرف أنه اللي قبله كلياته هذه هي الدالة، بدون اكس طلع 10 اكيد، بدون اكس يعني فانكشن اخر، دالة اخرى اختمزنا اكيد، يعني حليت بدون اكس طلع 10 راح تكون يعني صدفت معك، لانه 2 زائد 3 5، ف 5 اكس عوضنا الاثنين يعني الناتج التكامل، يعني صدفت معك طلع 10، مو يعني صدفة سبحان الله، لأنه أنت حطيت 2 زائد 3، هذا 2 زائد 3 أصلا 5، كأنك بتكامل 5، 5 شو تكاملها 5 إكس، لما نعوض الصفر والاثنين 5 ب 2 ناقص 5 ب 0، 5 ب 2 10، صدفة أنه طلع نفس الناتج لكن هي خطأ. فلابد انه نلتزم يعني في نكتب الدالة كما هي. في واحد كاتب ما اعرف، طالب كاتب انا حطيت اقواس طلع 12، يعني ما اعرف يعني مستحيل يعني حطيت اقواس وطلع 12، يعني ما اعرف انا حليتها بالاقواس طلع 12. امجاد اخت امجاد راجعي نفسك، مستحيل كتبتي نفس الفانكشن، يعني الآلة الحاسبة عندك العدد خاطئة، يعني هذا شيء مستبعد، راجعي انه وين الخطأ اللي عندك، اقواس او بدون اقواس بيطلع الناتج 10، لانه اخر شيء هو دي اكس، يعني قاعدين نناقش بامور ما لها داعي. أكيد راح نعطيكم مسألة ثانية لأنه ما راح نقتصر على مسألة واحدة. طيب جربوا حلوا لي تكامل الآن من 1 إلى 2 ل
ست اكس ناقص اربعة دي اكس. شوفوا الناتج شو بطلع معكم. اوكي اذا طلع معكم لغاية الان خمسة اخترانيم ثمانية عارف يعني اكيد كتبتيها حرفيا اخترانيم تأكدي كتبتي ستة اكس ناقص اربعة مو شي تاني غلطتي شي اوكي اذا لو نحلها يدويا طبعا في الآلة الحاسبة تعلمته بنحط رمز التكامل من يعني أعداد بنعبيها والإكس 6 إكس ناقص 4 بنحط رقم 1 بنحط رقم 2 وبتطلع. لو نحلها يدويا راح تصير عندي التكامل 6 إكس تربيع على 2 ناقص 4 إكس هذا كله بدنا نعوض فيه الواحد والاثنين. قبل التعويض لو في اختصار نختصر يعني 6 على 2 بإمكاني أخليها 3 إكس تربيع ناقص 4 إكس ومن 1 إلى 2 نعوض أول شيء 2 فراح يصير عندي 3 في 2 تربيع ناقص 4 في 2 ناقص نعوض الواحد 3 في 1 تربيع ناقص 4 في 1 ويساوي لي يعني لاحظوا محل هذا القوس كامل هنا عوضنا 2 ثم عوضنا 1. طيب نشوف الناتج طبعا 2 تربيع شو راح تصير 4 ناقص 4 ب 2 ناقص 3 في 1 تربيع اللي هو 1 ناقص 4 في 1 ويساوي لي 3 في 4 12 ناقص 4 في 2 8 ناقص 3 في 1 3 ناقص 4 في 1 4 ويساوي لي 12 ناقص 8 4 ناقص 3 ناقص 3 ناقص 4 سالب 1 سالب وراها سالب تصير موجب يعني 4 زائد 1 اللي هو 5 الناتج 5. أنا أحلها على الجهتين ولك حرية الخيار مسموح الآلة الحاسبة ومسموح يدويا لكن يعني مجرد ما خلصت أتوقع يعني ما تجاوز الخمس ثواني أو العشر ثواني ما تجاوز العشر ثواني يعني أتوقع أقل يعني أغلبكم جاب الرقم خمسة هذا في الآلة الحاسبة فبإمكانك تستخدم الآلة الحاسبة. هذا بالنسبة للأمر الثاني من التكامل. احنا قلنا في التكامل في عندي ثلاث أمور. الأمر الأول اللي هو التكامل الغير محدود اللي هو منضيف له سي آخره حسب القوانين أو عن طريق الاشتقاق الإجابات ونجيب الإجابة الصحيحة. التكامل المحدود اللي هو هذا وهذا بإمكانك تستخدم الآلة الحاسبة. نيجي لبعض خصائص التكامل. خصائص التكامل بعض خصائص التكامل انه شو ما كان الدالة جوا اذا كانت هنا من A ل A لنفس العدد شو ما كان هنا F X فهذا الناتج مباشرة صفر. يعني مثلا لو تقول تكامل من واحد لواحد ل x تربيع ناقص 5 x زائد 1 مباشرة هذا شو قيمته صفر. ليه؟ لأنه نفس العدد واحد هنا وواحد هنا. إذا كان نفس العدد يعني حتى لو كان مثلا من 4 ل 4 لا مثلا 5 x قوة 3 زائد 4 x تربيع ناقص 6 dx هذا
شو الناتج راح يكون؟ صفر مباشرة، يعني حتى لو تحلوه في الآلة الحاسبة راح يطلع صفر مباشرة. هذه أول خاصية، هذه أول خاصية، إنه إذا كان حدود التكامل متساوي فبإمكان أحكم عليه إنه صفر بشكل سريع. الخاصية الثانية، الخاصية الثانية إنه إذا كان عندي تكامل، على سبيل المثال تكامل من A إلى B لأف الX dx يساوي لي على سبيل المثال العدد مثلا N، إذن لو عكسنا حدود التكامل من B إلى A، لاحظ كانت من A إلى B صارت من B إلى A لنفس الفانكشن يصبح سالب N، يصبح سالب N عكس الإشارة. يعني بالأرقام، هذه خاصية مهمة جدا، اللي هي مثلا إذا كان تكامل من صفر إلى اثنين لأف الإكس، شو ما كان أف الإكس يعني ما بهمني، إذا كان مثلا الناتج تبعه أربعة وطلبت منك أوجد تكامل من اثنين إلى صفر عكس الحدود، عكست الحدود dx، شو الحل؟ الحل إنه من اثنين إلى صفر لأف الإكس dx شو يساوي لي؟ لاحظ من صفر لاثنين أربعة، طب من اثنين لصفر فقط عكس الإشارة سالب أربعة. كيف ممكن أجيب سؤال عليه؟ ممكن أجيب لك بهذا الشكل، إذا كان قيمة التكامل اللي هو هنا مثلا من واحد لأربعة F X dx تساوي لي سبعة، ويقول لك فإن قيمة التكامل من أربعة إلى واحد F X dx تساوي، أحط لك خيارات، هل راح تساوي لي سبعة؟ ب، هل راح تساوي لي سالب سبعة؟ جيم، هل راح تساوي لي صفر؟ أم راح تساوي لي اللي هو 28 مثلا. مباشرة مجرد ما عكسنا حدود التكامل راح يطلع عكس الإشارة. يعني انتوا شوفوا الدوال اللي حليتوها قبل شوي، اللي طلعت معكم خمسة ولا طلعت معكم عشرة ولا آخره، لو عكست حدود التكامل بدل خمسة لازم نطلع سالب خمسة. يعني مجرد عكس حدود التكامل بيطلع عكس الإشارة، بغض النظر إنه موجب سالب. يعني إذا كانت سالب تصبح موجب، إذا كانت موجب تصبح سالب. يعني مثلا، يعني مثلا إذا كان، إذا كان قيمة التكامل هذا مثلا من ثلاثة لخمسة لأف الإكس دي إكس تساوي لي سالب اثنين، فإن قيمة التكامل من خمسة إلى ثلاث لأف الإكس دي إكس هي أو تساوي، وأعطيكم خيارات، هل سالب اثنين؟ ب، هل تعطيني سالب عشرة؟ جيم، هل بيعطيني سالب أربعة؟ دال، أم يعطيني اثنين؟ يعطيني اثنين اللي هو نعم عكس الإشارة، أكيد يعطيني اثنين عكس الإشارة. لاحظوا هنا هي سالب اثنين، من ثلاثة إلى خمسة سالب اثنين، طب من خمسة إلى ثلاث لما عكسنا حدود التكامل تعطينا عكس الإشارة فقط، كانت سالب تصبح موجب، موجب تصبح سالب. هذه من أهم الخصائص اللي يعني
في التكامل. إذن لغاية الآن التكامل قلنا عليه ثلاث أمور مهمة: تكامل غير محدود، أن نوجد ناتج التكامل، نوجد ناتج التكامل المحدود اللي هو إذا كان محدود بين عددين، وهذا بإمكاننا نستخدم الآن الحاسب فيه. وعندي الخاصيتين المهمات، أنه إذا كان حدود التكامل متساوي فهي صفر، الناتج مباشرة صفر. أما إذا أعطيتك مثلا حدود تكامل مختلف وعكست لك حدود التكامل وقلت لك أوجد هذا الناتج، فبكون عكس ناتج التكامل، عكس إشارة ناتج التكامل. زي هنا أنا أعطيناكم من 3 إلى 5 F X يساوي لي سالب 2. طيب لو عكسنا حدود التكامل أصبح تكامل من 5 إلى 3 F X، فبيعطي عكس الإشارة، عكس إشارة الموجودة بالسؤال. السؤال شو ما كانت إشارته راح تكون العكس، الموجب سالب والسالب موجب. طيب هذا يعني إلى هنا طبعا نتوقف، وهذا المقرر تبعكم كامل المطلوب منكم في الاختبار. نعم ختمنا الآن. إذا أحد عنده أي سؤال يعني على موضوع اليوم، في أحد عنده أي سؤال؟ نعيد شرح الآلة الحاسبة. أوكي نعيد شرح الآلة الحاسبة، نحط مثال: لو كان عندي التكامل المطلوب هو المطلوب إيجاده، راح أعيد شرح السؤال وأحط لكم فيه تربية كمان. يعني مثلا 6 إكس تربية ناقص خلينا نحكي برضو 6 إكس دي إكس، ومن صفر خلينا نقول إلى مثلا 2 إلى 2 بهذا الشكل. لو طلبنا منكم إيجاد هذا يدويا راح أوجده يدويا، لكن بالآلة الحاسبة، بالآلة الحاسبة نرجع للآلة، أهم خطوة بالآلة الحاسبة اللي هو هذا، هذا رقم واحد، عفوا هذا رقم واحد، هذا شايف هذا إشارة التكامل، هذا أهم شيء. الإكس كيف نطلعها؟ نكبس ألفا ثم الإكس هذه فقط، أما الباقي كله أعداد من عبي جمع وطرحه إلى آخره. زدت عليكم تربيع، أوكي هاي تربيع، شو المشكلة؟ بعد إكس حط تربيع، هاي بتيجي التربيع. يعني أهم ثلاث أمور إنه هذه الكبسة للتكامل تعطيني التكامل. إذا كتبت ألفا كبسة الألفا ثم القوس هذا اللي متجه بهذا الشكل، فتحته متجهة على اليسار، هذا بيعطيني إكس. يعني هذول مجتمعات، أول شيء ألفا ثم القوس هذا بيعطيني إكس. الإكس تربيع، هذه كبسة الإكس تربيع اللي تحت الدائرة، هذه كبسة الإكس تربيع، هذه تعطيني تحط لي تربيع بعد إكس. هذول الأمور المهمة. أما الأعداد جمع وطرح سهل نعبيهم، وننتقل بالأسهم، سهل ننتقل بالأسهم، يا ما انتقلنا بالأسهم عن طريق فوق وتحت يمين يسار بالدائرة هذه. طيب نرجع لسؤالنا. إذن أول شيء كبسة التكامل، أنا ما انتبهت على التعليقات لغاية الآن، أتوقع في كثير جاوبوا ما شاء الله. أوكي إذن هذه أول الكبسة، طبعا ما فيها دي إكس بهذا الشكل فقط. ثم إذا بدكم تفتحوا قوس افتحوا قوس، ما بدكم مو مشكلة، لأنه هذه كلياتها مربوطة ببعض، من هنا لهنا مربوطة ببعض، لأنه دي إكس هي اللي حاصرتهم من إشارة التكامل لدي إكس، خلص هذه اعتبرها كلها قوس. فمنحط 6 منحط ألفا عشان
الاكس نحط الفا كبسة الالفا والقوس هذا، هذه كلها الثنتين هذولا الثنتين عشان يعطيني اكس في الآلة الحاسبة. طيب هيك بنكون عبينا، يعني لو كانت شاشة الآلة الحاسبة هنا مثلا، هذه شاشة الآلة الحاسبة، فحصير عندي هنا تكامل، وفي عندي لسه هنا مربع وهنا مربع، أصبح عندي 6x وباقي dx هنا. الآن بدي أعبي تربيع، بحط x تربيع عشان أعبي تربيع، محل ما قلت لكم وين التربيع اللي هو تحت الدائرة، في عندي x تربيع، بنحط التربيع، عبى التربيع هنا. طيب شو بعد التربيع؟ ناقص، عبينا الناقص لأنه من الناقص 6x، أيضا كمان 6، عبينا 6، احتجنا لx مرة ثانية، أوكي x مرة ثانية، ألفا هذه الكبسة الأولى، ثم القوس، هذه كلياتها مثل ما قلنا عشان الx. إذا نحتاج إنه كبسة الألفا مرة ثانية والقوس. طيب الآن احنا وصلنا لمرحلة انه عبينا الدالة، طيب بدنا نعبي الآن هذا القيمة وهذا القيمة، ننزل بالسهم لتحت عشان نعبي القيمة اللي تحت، صار المؤشر تحت، اوكي نتأكد انه المؤشر اصبح تحت ونحط الصفر، نطلع في المؤشر فوق ونعبي العدد اثنين، نكبس مساواة ونطلع الناتج اللي هو طلعوه بعد المساواة، أتوقع الجميع طلعوا وقاموا قيمته 4، طبعا هنا راح يكون 0 وهنا 2، اللي عبى هذول صح أكيد راح يطلع معه 4. إكس تربيع ما فهمته أخت يسرى، إكس تربيع جاهز يعني ما تحتاج فهم، هيها يعني كل هذا الأحمر والله غطيته بالأحمر كثير أنا، هذه مش إكس تربيع، هذه الكبسة، هذه تعطينا التربيع فقط، كبسة واحدة. بعد ما نخلص كتابة الإكس نكتب 6X لأن نضيف تربيع، نكتب هذه التربيع، ما تحتاج فهم يعني، ما راح أعيد الشرح نهائيا لأنه واضح، ويعني ما تحتاج يعني ثلاث كبستين ثلاث مهمات يعني، مش لهالدرجة انه مش عارفين نعبي نكبس كبسات كمان يعني. على العموم راح احلها الان يدويا، واللي ما يعرف الآلة الحاسبة يعتمدها يدويا، ما راح اعيد الشرح لانه يعني شيء زاد عن حده، اذا انت ما انتبهت هذه مشكلتك يعني، عيد الشرح اللي انا 6x تربيع ناقص 6x dx. الآن يدويا نكمل الأول، 6x قوة 3 على 3 ناقص، نكمل الثاني 6x قوة 2 على 2، أي بمعنى الأعداد تبقى نفسها لكن زدنا الأس أصبح 3 على 3، وهنا أصبح 2 على 2 لأنه كان 1 أصبح 2، كان 2 أصبح 3. الآن هذا راح نعوض فيه الصفر والاثنين، قبل ما نعوض فيه الصفر والاثنين نحاول نبسط، 6 على 3 2 x قوة 3 ناقص 6 على 2 اللي هو 3 x تربيع من 0 إلى 2. طيب نعوض الاثنين، 2 في 2 قوة 3 ناقص 3 في 2 تربيع، لاحظوا بدل الإكس تربيع صار 2 تربيع، وبدل الإكس قوة 3 أصبح 2 قوة 3 ناقص، الآن نعوض الصفر، ف 2 في 0 قوة 3 ناقص 3 في 0 تربيع ويساويني. أول شيء نخلص الأقواس اللي هي الأسس، 2 قوة 3 8 ناقص 3 2 تربيع 4 بهذا الشكل، ناقص طبعا هنا صفر ناقص صفر ويساوي لي 2 ضرب 8
تعطيني 16 ناقص 3 ضرب 4 12، وهنا طبعا صفر، القوس الثاني كله صفر. 16 ناقص 12 4، 4 ناقص صفر الناتج 4. هذا يدويا، وحلينا قبل شوي في الآلة الحاسبة. أتمنى تكونوا استفدتوا من هذا اللقاء. إذا أحد عنده أي سؤال يعني بإمكانه يتفضل. سؤال في نقطة ما فهمها أعيد شرح؟ لا. ما ينصح حل التفاضل بالآلة؟ يحلوها يدويا أفضل. مدة الاختبار هذه من العمادة، ما لي دعوة فيها نهائيا. طيب، إذا هنا نصل إلى ختام اللقاءات الحية، نصل إلى ختام المقرر. نتمنى لكم التوفيق. طبعا الأسئلة كتبت وجوز طبعات ووزعت، يعني منتظرة توزيع على القاعات، يعني فاللي أتقن المحاضرات الحية إتقان بفهم حل معي، وحتى لو جيد أو مو جيد بالمحاضرات الحية بعد ما يعيدها راح يصبح ممتاز مو جيد، لأنه أنا لما أعطيك معلومة من أول مرة ما راح تكون أنت ماسكها 100%، لما تعيد المحاضرة إن شاء الله بإذن الله بتمسكها 100% المعلومة. أهم شيء أنك مو تعتمد فقط أنك فهمت الآن وأوكي تصفط المقرر للاختبار، لا، إذا ما راجعت الآن وراجعت المادة أول بأول يعني راح تواجه صعوبة أنك تتذكر شو أتصرف بهذا السؤال، كيف أقدر أحل هذا السؤال، شو أخذنا، تقعد تتذكر كلامي في المحاضرات الحية. إذا راجعت هذا الكلام كله ما يعني راح تكسب وقت كبير في الاختبار، وراح تحله بكل سلاسة، وكل سؤال راح تحله راح تتذكر 100% أنه أجانا شبيهه في المحاضرات الحية إلى آخره. يعني القوانين معدودة أخ عبد الرحمن، قدر الإمكان ما أعطيناكم قوانين يعني كثيرة، أتوقع تلخبط. لو تحل لك مثال مثالين ثلاث راح تصير يعني بديهية القوانين، ما أتوقع والله أنه في نص للقوانين أحفظه يعني من سطرين ولا ثلاث ولا ما في هذه الأمور. يعني القانون في الرياضيات أنت لو حليت المسألة حليت خمس مسائل خلاص ينحفر بمخك، ما أتوقع في قانون أكثر من مجهولين أو ثلاث. يعني والله ما أعرف أخت تغريد متى تنزل اللقاء، بس توقع بعد ساعة يعني ممكن تنزل، يعني مو مباشرة ممكن بعد ساعة. يعني هذه الأمور الفنية ما أعرف فيها والله متى يعني تتسجل وتنزل، ممكن معهم لغاية 24 ساعة يعني أتوقع تنزلها. في التكامل ثلاث أسئلة، ما في مجال للمراجعة، إذا تبغوا مراجعة راح نراجع ال 12 محاضرة اللي أخذناها، هذه هي المراجعة، راجع ال 12 محاضرة اللي أخذناها، هذه المحاضرة الفعلية المطلوبة المختصرة. توزيع الدرجات اللي هو 40 سؤال، كل سؤال درجتين ونص. الاشتقاق مع النهايات يعني خمس أسئلة، يعني فصل الاشتقاق تقريبا خمس أسئلة مع النهايات. الباب اللي أكثر منه أسئلة أخت هاني اللي هو الباب الأول، ذكرنا هذا الشيء، الباب الأول يعتبر ثلث المقرر يعني، فعليه تقريبا من 12 إلى 13 سؤال الباب الأول. تفضل أخ سالم، الآن شفت تعليقك بس قلت لي رد علي، بس ما شفت يعني المشكلة يطلع كثير الجات. كم سؤال على التفاضل؟ ما قلت خمس أسئلة يعني سبحان الله جاوبتك أنت. كم سؤال على التفاضل؟ كم سؤال؟ خليهم هم يجاوبوك.
ايوه كلهم جاوبوا خمسة، لاني انا ذكرت يعني. اذا قارئ سؤالك، خمس اسئلة، واحد عن النهايات وثلاثة على قوانين الاشتقاق. التفاضل والاشتقاق هي نفسها، يعني هو مصطلحين. يعني لما احكي تفاضل او احكي اشتقاق هذا نفس هذا، يعني كلياته ديفرنشال. تفاضل اشتقاق نفس المعنى. طيب طبعا نتمنى لكم التوفيق، الهدف انه مو فقط تنجح، الهدف انك تجيب درجة ايضا. يعني فرصتك كبيرة تجيب درجة، مو والله هدفك يكون النجاح. كثير منهم دخلوا سواء في المنتدى او في المحاضرات، انا عايدها وانا عايدها، ما اعرف ليه هو عايدها، مع انه يعني الاسئله كانت واضحه وتم حل مثلها يعني شبيه فيها يعني بدرجه كبيره. ما في شيء جبته من الفضاء، تاكدوا كل اللي حليناه معكم في المحاضرات الحيه هو اللي طبعا يجيكم بتغيير الارقام اكيد، يعني في الاختبار اللي فهم يحل معي هنا راح يحل في الاختبار بشكل ممتاز، ويعني فعله 100، مو فقط والله انه بس ينجح. فما اعرف يعني اذا يعني الان انا عندي مثلا 80 طالب، ما اعرف مين راح يعيد المحاضرة هذه ويسمعها الى اخره. بالمقابل عندي 4500 طالب، هل 4500 طالب راح يحضروها؟ ما اتوقع. يعني على مستوى اسئله المقرر اللي انا منزلها العدد ما كمل، يعني عدد الطلاب مو هو هذا العدد اللي منزل هذا الملف. هذه المصيبه يعني. يعني في ملف مهم اللي هو الاسئله على المقرر، اوكي هو مكمل للمحاضرات الحيه، يعني يعطيك تمارين اضافيه، ولغايه الان يعني عدد الداونلود يعني ضعيف جدا. فيعني هذا من ايد الطالب، انه والله انه ما يعني انا ما انا اعطيك الطريق انك تروح تجيب الدرجه، لكن انا ما اعطيك اياها، انا ادلك وين الطريق. وهذا يعني الشعار بتاعنا، هذا شعاري دائما، انا راح اوصلك لهذا الطريق، لكن مو بحقي اني اعطيك اي درجه، انت خذها بيدك. هذا هو يعني اللي لازم تفهمه. على العموم المحاضرات هذه كافيه اصلا اخ سالم، ما في وقت انك تقعد تتشتت هنا وهنا. اعتمد على المحاضرات الحية، حلها، فهمتها، ممتاز. في موضوع معين حاب تستزيد فيه ارجع للتمارين. واضح؟ ما في وقت الآن نقعد نتنط هنا وهنا 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 وهنا، ما في وقت. ما في مراجعة، المراجعة انكم تراجعوا ال 12 لقاء مسجلات عندكم، هذه هي المراجعة. والآن إن شاء الله أتابعكم في المنتدى، أي سؤال إن شاء الله راح أجاوب عليه، راح أحاول أدخل أكثر من مرة في المنتدى يوميا بحيث إنه يعني نضل على تواصل. إلى هنا يعني شكرا على حضوركم، يعني في طلاب فعلا حاضرين من الأول للأخير. أرجو أن يكون أنا وصلت المعلومة بالشكل الجيد والصحيح، وأرجو منكم أنكم تبذلوا جهدكم يعني وتنجحوا في المقرر، مو فقط نجاح وتحصل على الدرجات العالية. ما في شيء مستحيل ولا في شيء صعب، هذا يعني مبدأ كنسلو. وأحب أقدم يعني اعتذاري إن أسأت لأحد، يعني عصبت على أحد يعني او ذكرت احد بسوء، يعني ما اعرف مع اني ما ذكرت، لكن يعني ممكن يعني وانا يعني مو معصوم، فقدم اعتذاري مقدما للجميع يعني. وان شاء الله ما نشوفكم في هذا المقرر طبعا، يعني ما تعدوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.